حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نور الله، ما هو نور الله؟ كثير منا أيها الأحبة يتخيل أن الله سبحانه وتعالى عبارة عن ضوء، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقا، لأن الضوء مخلوق والنور العادي مخلوق، ولكن نور الله ليس كمثله شيء، ليس مخلوقا، هو صفة من صفات الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة، أنا سأتأمل معكم بعض الآيات القرآنية العظيمة، عسى أن يعني نستكشف معا برؤية جديدة ما هو نور الله سبحانه وتعالى. الآية الشهيرة التي يعني نعلمها جميعا تقول: الله نور السماوات والأرض. فالله عز وجل من خلال هذه الآية قد يتبادر لذهن البعض أنه عبارة عن ضوء ولكن من نوع خاص، هذا الكلام غير صحيح. الله نور السماوات والأرض، يعني حتى نفهم هذه الآية يجب أن نطلع على آيات كثيرة ذكر فيها النور. يعني مثال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. طيب كيف يمكن لإنسان أن يطفئ نور الله؟ يعني الحقيقة النور لا ينطفئ مهما نفخت عليه. لذلك المقصود هنا ليس الضوء، ولكن نور الله هنا المقصود به تعاليم الله عز وجل، وهو الإسلام. لذلك ماذا قال تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنور الله عز وجل أيها الأحبة هو التعاليم المنيرة التي جاء بها هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك وصفه الله بأنه منير، قال: وسراجا منيرا، عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الإنارة هنا لا تعني الضوء أيها الأحبة، تعني التعاليم التي إذا طبقتها فإنها تضيء لك الطريق. مثل إنسان يسير في ظلام لا يرى أي شيء، تخيل أن الكهرباء مقطوعة تماما ولا يوجد أي مصدر ضوء من حولك، تريد أن تتناول الموبايل وهو بجانبك، يمكن أن تجلس دقائق وأنت تتلمس وربما لا تصل إليه وهو بقربك. فتعاليم الله هي النور الذي يضيء لك الطريق في هذه الدنيا. لذلك عندما تتبع هذا النور تهتدي إلى طريق الله. لذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من الظلمات متعدد جمع: ظلمات الشيطان، ظلمات الوهم، ظلمات الإلحاد، ظلمات الخوف، ظلمات الحزن، ظلمات الفاحشة، ظلمات الضلال، الظلمات متعددة، ولكن نور الله واحد. لم يقل إلى الأنوار، لأن نور الله واحد، لأن الله واحد، فالنور واحد، إذن الطريق واحدة. يعني عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، طريق واحد، سبيل واحد فقط، بينما السبل المتعددة هي طرق الشيطان. الشيطان له أساليب يأخذك يمينا وشمالا، والصراط المستقيم هو واحد. لذلك أيها الأحبة، الله عز وجل ماذا قال؟ قال: فآمنوا بالله
ورسوله والنور الذي أنزلنا وهو القرآن. طب القرآن اسمه نور، طب القرآن ليس فيه ضوء، ليس فيه فوتونات ضوئية، إذن يجب أن نصحح مفهومنا عن النور أيها الأحبة. نور الله أي تعاليم الله عز وجل. وإذا أردت أن تتخيل شكلا من أشكال النور، فسورة النور تعطيك في الآية رقم 35: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. طب كوكب يوقد من شجرة، أيضا هذا مفهوم جديد لا يمكن تصوره. شجرة تعطي إمدادات لكوكب يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء. يتحدث هنا عن زيت الزيتون المبارك الذي أكد النبي صلى الله عليه وسلم أهميته في الشفاء والعلاج. وقال إنه من شجرة مباركة. طب يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره أي لطريقه المستقيم من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إذن أيها الأحبة، إذا أردت أن تتخيل نور الله كضوء، يعني يجب أن ينصرف انتباهك إلى نور من نوع خاص لا يمكن تصوره، كوكب دري، شيء يعني خارق للخيال. أما المعنى المباشر الذي يجب أن يحضر في دماغك عندما تقرأ نور الله، يجب أن ينصرف ذهنك إلى تعاليم الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، مع العلم أن نور الله سبحانه وتعالى لا يمكن تصوره، كما أن الله ليس كمثله شيء، كذلك نوره ليس كمثله شيء. إنما نستطيع بعقولنا الصغيرة أن نتصور أن نور الله هو التعاليم والأوامر والنواهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لتنير لنا الطريق، وأن الله عز وجل هو نور ليس ظلام، ولكن نور من نوع لا تستطيع أن تتصوره. إذن أيها الأحبة، نور الله هذا الذي يجب أن نهتدي إليه، لأن القرآن سمي بالنور، والقمر سمي نور أيضا، وجعل القمر فيهن نورا، ولكن نور القمر هو نور مخلوق، فوتونات ضوئية تصلنا تنعكس عن القمر وتصل إلى أعيننا فنرى هذا القمر، ولكن نور الله لا يرى سبحانه وتعالى، ونور الله لا يمكن تصوره. ولكن نتخيل أن هناك نورا من نوع خاص، من نوع إلهي، نوع يعني عظيم جدا، هو نور الله. وهذا النور يعني ما نلمسه من هذا النور هو التعاليم التي بين أيدينا. يعني عندما حرم الله الخمر وقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذه الآية جزء من نور الله، لأنك إذا التزمت بها سوف تنجو من المهالك والأمراض والأنواع السرطان والمشاكل الأسرية والعنف الأسري ومشاكل كثيرة يسببها الخمر، ستنجو منها، وبالتالي تسير في طريق هادئ ومريح ومطمئن. كذلك إذا طبقت تعاليم الله في الصلاة، التزمت بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، التزمت بهذه الآية، فهذا جزء من نور الله. إذا الفتاة التزمت بالحجاب الذي فرضه الله عليها، فآية الحجاب هي جزء من نور الله.
لذلك أحبتي في الله، يعني خلاصة هذا اللقاء أنني أريد أن أوصل لكم مفهوم أن نور الله، المعنى العام لهذه العبارة هي تعاليم الله عز وجل التي أنزلها في كتابه وسماها النور المبين ونورا مبينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يجعلنا من يطبق تعاليم الله عز وجل لتضيء لنا هذا الطريق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.